من 25 سنة كانت الدنيا غير. الليلة رح نسترجع معكم 25 سنة من عمر الام تي في ومن عمركم انتو. هالحلقة عبارة عن محطات وماضي مشترك عشناه نحن وياكم على الحلوة والمرة. خلينا نسترجع سوا ذكريات 25 سنة مع الام تي في وعقبال كل السنين اللي جاية واللي رح نقضيها سوا. هالتنين 10 الا ربع على الام تي في.